المفتوحة على التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني التي تدوم من 14 إلى 18 أفريل الجاري بمشاركة عدد من الهيئات. مباشرة وزيرة المتمثلين التربية نورية بن المعنيين غبريت بعمليات فلنتابع. التوجيه. إن تنظيم هذه الأبواب المفتوحة حول التوجيه المدرسي عشية الاحتفال بيوم العلم لم يكون ولدا صدفة، لأننا نعتبر التوجيه همزة وصل بين العالم الذي يتلقى فيه الطفل العلم والعالم المهني أو العالم الشغل. إن التوجيه السليم للتلميذ يعزز نجاحه الذي يظل أفضل ضمان لاندماجه في مجتمع بشكل إيجابي. إن هذه الأبواب المفتوحة هي فرصة لمقابلة المهنيين، ليس فقط للحصول على المعلومات، ولكن لاكتشاف آفاق لم تكن أحيانا على البال لبناء مشروع شخصي للتكوين. لقد أصبح التوجيه المدرسي أكثر من أي وقت مضى في صلب انشغالاتنا، لأن غالبا ما يعتمد الكثير على التصورات الاجتماعية لتحديد الخيارات المدرسية، فتصبح الأحكام المسبقة هي التي تحكم كل الرغبات. Les préjugés alimentent les vœux. حيث يعتبر التلميذ نفسه فاشلا إذا لم يختار مسار التعليم الثانوي. يجب أن نحارب هذه الأفكار المسبقة وهذا الإحساس بالفشل الذي يشعر به التلميذ، وأن نعيد الاعتبار لكل إمكانيات الموجودة حاليا في المجال التكوين. Si l'élève n'emprunte pas le circuit de l'enseignement secondaire, il se vit en situation d'échec. Il faut que nous luttions contre ce vécu et que nous réhabilitions toutes les possibilités multiples de formation aujourd'hui présentes. لذلك من الضروري القيام بالتحسيس والتقديم المعلومات الصحيحة بخصوص التوجيه الذي يربط العالم التربوي بالعالم المهني. حان الوقت لتغيير الكثير من الأفكار المسبقة حول التوجيه، لننتقل من التوجيه المفروض على بعض التلاميذ إلى توجيه يقبله التلميذ، بل أكثر من ذلك الانتقال إلى التوجيه المرغوب فيه. Comment aujourd'hui passer d'une orientation imposée pour certains à une orientation acceptée et plus que cela à une orientation souhaitée. Délika هو الرهان الذي يجب على المستشار التوجيه المدرسي أن يرفعه باعتباره همزة وصل بين التلميذ ومشروعه وكل إمكانيات التكوين المتوفرة. إن الإرشاد المدرسي يساعد التلميذ على معرفة نفسه ومعرفة ميوله وقدراته. إن الإرشاد المدرسي يساعد التلميذ أيضا على معرفة كل إمكانيات المتوفرة في المجال التكوين. La guidance scolaire aide l'élève à se connaître, à connaître ses penchants et ses compétences. Elle l'aide aussi en lui faisant connaître toutes les possibilités existantes en matière de formation. فمن المهم أن تصبح مؤسسة التعليم المتوسط والثانوي فضاءً أين تعطى للتلميذ كل المعلومات حول المسالك الممكنة في فترات مهمة من مصيره الدراسي، وهي نهاية مرحلة التعليم الإلزامي، حيث يمكن للتلميذ الاختيار بين ثلاث مسارات: التكوين المهني، التعليم المهني، والتعليم الثانوي.
نهاية السنة الأولى الثانوي حيث يوجه التلميذ نحو إحدى الشعب، وكذلك نهاية التعليم الثانوي حيث يجد التلميذ نفسه أمام مسار تكوين المهني أو المسار الأكاديمي. إن عملية التوجيه تأخذ بعين الاعتبار ثلاث عناصر: القدرات الشخصية، العروض التكوين، والإمكانيات التي توفرها سوق العمل. لذلك تم تنصيب فوج عمل وزاري مشترك لإقامة الجسور بين التربية المدرسية، التكوين والتعليم المهني والتعليم العالي. إن من واجبنا مرافقة التلميذ وعائلته في المجال التوجيه، ويكون ذلك ليس باقتراح مسلك واحد، ولكن بالتقديم كل المسارات الممكنة. وشكرا عليكم. كما تابعنا أيضا كان هذا النقل المباشر لفعاليات الأبواب المفتوحة على التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني لوزيرة التربية الوطنية نوريا بن غبريت. إذن الوزيرة التربية نوريا بن غبريت وفي كلمتها تحدثت عن محاربة أفكار الفشل للتلاميذ الذي يشعر به وإعادة الاعتبار بشتى الطرق. أيضا تحدثت عن تغيير الأفكار المسبقة حول التوجيه المفروض والانتقال إلى التوجيه الذي يقبله التلميذ. ربما نربط الاتصال مباشرة ويلتحق بنا السيد عبد الكريم بوجناح، الأمين العام الوطني للنقابة الوطنية لعمال التربية. أهلا بك سيد عبد الكريم. مرحبا، أهلا. كنا قد تحدثنا منذ قليل عن وزارة التربية الوطنية وإجرائها المتعلق بحرمان تلاميذ النهائي المتغيبين لمدة وصلت إلى ثلاث أسابيع، حرمانها من اجتياز امتحانات الفصل الثالث يعني البكالوريا البيضاء. سيد عبد الكريم بوجناح، أنتم كنقابة وطنية لعمال التربية هل توافقون على هذا الإجراء؟ والله العظيم في الحقيقة نحن وش نقولوا أن الأساتذة كانوا في إضراب حوالي أكثر من شهر ونصف، والوزيرة كانت تقول أن البرنامج انتهى. ضف إلى ذلك يعني جل الثانويات حاليا تجرى فيها امتحان اختبارات الفصل الثاني للسنة الأولى والثانية، يعني أن حرموا التلاميذ أقسام النهائي من الدراسة. يعني رانا تقريب شهرين والتلاميذ ما درسوش ما قراوش وما كانش استدراك. زيادة على ذلك أن معظم التلاميذ خاصة النجباء منهم سدت في وجههم أبواب المؤسسات التربوية بسبب الإضراب الأخير، مما جعلهم يتوجهون إلى يعني للأسف إلى الدروس الخصوصية. صحيح. والاعتماد على القدرات الشخصية تاعهم، وكذلك حرمانها من الامتحانات الفصل الثالث يعتبر. طيب. هذا إجراء. سيد عبد الكريم بوجناح، بتحدثك عن الدروس الخصوصية، ألا ترى أن هذه الدروس الخصوصية والتي غالبا ما يستغلها الأساتذة تعتبر السبب الرئيسي لهجرة التلاميذ ربما لمقاعد الدراسة؟ نعم، احنا كنا نحاربوا هذه الظاهرة هذه، ولكن اليوم كي نشوف باللي التلاميذ تسد أبواب المؤسسات في وجههم، ونشوفوا اليوم بأن جل المؤسسات راهم يديروا في الامتحانات سنة أولى وثانية وخلوا التلاميذ تاع أقسام النهاية في المنزل قاعدين، يعني اليوم كيفاش راح نستناو من التلاميذ؟ أكيد أن كل الأولياء وكل التلاميذ يتوجهون إلى الدروس الخصوصية لأن مصيرهم راهو أصبح مجهول. يعني مصيرهم حتى المستوى تاعهم يتدهور من اسبوع الى اسبوع اخر. ولكن احنا في قضيه هذا حرمان التلاميذ من امتحانات الفصل الثالث، احنا نعتبره هذا اجراء تعسفي في حقهم، ولا نشجعه ولا نثمنه كنقابه. يعني هذا على الوزاره ان تعيد النظر في هذا الاجراء هذا. طيب، شكرا جزيلا لك السيد عبد الكريم بوجناح، الامين العام الوطني للنقابه الوطنيه لعمال التربيه، كنت معنا.